السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. طبعا بعتذر جدا لمتابعين ان اتأخرت عليهم في الفيديوهات، ولكن ان شاء الله هنشتغل، هنعمل فيديوهات احسن بكتير من الاول المرة الجاية ان شاء الله، وهنعمل برضو بس مباشر كتير عشان نرد على الاسئلة والاستفسارات. اولا احنا ملاحظين مشكلة كبيرة عندنا في القناة، وهي الاضاءة بتاعة الفيديوهات. زي ما انتم شايفين لما بحرك ايدي الاضاءة بتبوظ، عشان كده جبنا رينج لايت. الرينج لايت ده جبناه عشان يحسن لنا الاضاءة. وطبعا لو انت بتعمل فيديوهات يوتيوب او اي حاجة من دي، فلازم يكون عندك رينج لايت. الرينج لايت ده مهم جدا في الاضاءة، فالرينج لايت ده اساسا ممكن ان هو يسهل عليك موضوع التصوير ده، ومش هتحتاج اساسا كاميرا، مجرد مثلا تليفونك والرينج لايت هتقدر ان انت تصور احسن فيديو يعني. طبعا الرينج لايت بيجي زي ما انتم شايفين، بيجي مع البتاع ده عشان يمسك التليفون، وطبعا انا شايف انه معدن وكويس، وطبعا بيجي برضو معاه الحته دي عشان برضو تمسك الرينج لايت في الستاند. بس انا طبعا عندي ستاند، انا طبعا اشتريت الرينج لايت ده من غير الستاند، وطبعا هقول سعره في اخر الفيديو كل التفاصيل عنه. يا جماعة الرينج لايت ده اولا عشان الناس تبقى عارفة وظيفته ايه، الرينج لايت ده وظيفته ان هو بيديك الاضاءة، ف 80% من جودة الفيديو هو اضاءة، فانت لازم يكون عندك اضاءة كويسة. زي ما انت شايفين طبعا الاضاءة عندي تروح وتيجي تبقى كويسة وتبوظ تاني، فالاضاءة مش متظبطة خالص. ولكن طبعا هنشوف الاضاءة هتبقى عاملة ازاي لما نركب الرينج لايت. الرينج لايت ده مهم جدا 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 يعني لاي حد عنده قناة يوتيوب او اي حد بيعمل فيديوهات، فمهم جدا ان هو يكون عنده رينج لايت. الرينج لايت ده طبعا يا جماعة بيجي زي كده زي ما انتم شايفين، وطبعا نقدر ان احنا ليه طبعا تلات الوان، ونقدر ان احنا نعلي الاضاءة او نوطيها. طبعا اول حاجة نشغل الرينج لايت، زي ما انتم شايفين نشغل الرينج لايت. زي ما انتم شايفين طبعا اضاءة الرينج لايت قوية جدا، طبعا انا شايف ان اضاءته قوية جدا جدا يعني اضاءة الرينج لايت ده. طبعا لو حاولنا ان احنا نوطي الاضاءة زي ما انتم شايفين الاضاءة اتظبطت. طبعا في من الرينج لايت ده كذا لون، اول حاجة اللون المسفر ده مش عاجبني جدا، مش حلو خالص. تاني لون اللي هو اللون الميكس ما بين الابيض واللون المسفر ده برضو مش حلو. اللون الابيض ده هو جميل جدا، ولكن لو حاولنا ان احنا نوطي الاضاءة كده هنلاقي الالوان اتظبطت. طبعا احنا لما نركب الرينج لايت دلوقتي هتبان الاضاءة الافضل عاملة ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين الاضاءة هتبقى احسن بكتير باستخدام الرينج لايت. طبعا اول حاجة معلش اسيبكو عشان اركب الرينج لايت. زي ما انتم شايفين طبعا دلوقتي اهي الاضاءة كده بايظة خالص من غير الرينج لايت. دي طبعا الاضاءة زي ما انتم شايفين من غير الرينج لايت. طبعا دلوقتي رجعنا لكم تاني وطفينا البتاع اللي احنا كنا مشغلينها الاول. اول حاجة نشغل طبعا الرينج لايت. دلوقتي طبعا شغلنا الرينج لايت. الرينج لايت طبعا انا شايف ان اضاءته لما نوطي الاضاءة زي ما انتم شايفين الاضاءة بتاعت الرينج لايت تبقى افضل. زي ما انتم شايفين طبعا نبدل ما بين الاضاءات. ده طبعا لون الميكس، اللون الميكس طبعا انا مش بفضله. دي طبعا شكل الرينج لايت. زي ما انتم شايفين طبعا انا الاضاءة بقت احسن بكتير لما بحرك ايدي الاضاءة ثابتة، والرينج لايت بيوزع الاضاءة اكتر. طبعا انا مش يعني انا سجلت فيديو قبل دوت كانت الاضاءة احسن من كده بكتير، فطبعا مش عارف انا عملت ايه. انا مش عارف. زي ما انتم شايفين الاضاءة كده افضل بكتير جدا جدا. انا شايف ان الاضاءة كده كويسة، بس لا هو اساسا في حاجة دلوقتي انا عاملها غلط، مش عارف ايه اللي انا عملته. هو في حاجة اعدادات التليفون باين انا مش مظبطها. الرينج لايت اضاءته ايوه كده. طبعا دي الاضاءة باستخدام الرينج لايت. طبعا لما بنوطي الاضاءة زي ما انتم شايفين طبعا الاضاءة كويسة جدا بتاعت الرينج لايت. لو احنا طبعا بدلنا للون الابيض زي ما انتم شايفين الاضاءة جامدة جدا. طبعا لما نوطي الاضاءة هتظبط معانا
كده طبعا بنوطي الاضاءة، وهي ممكن طبعا توطى تاني اكتر من كده. ولكن طبعا انا مش مظبط الدنيا، انا اساسا مصور فيديو قبل ما اصور لكم الفيديو ده، الاضاءة كانت كويسة جدا جدا، يعني هو حاليا هي احسن بكتير من من الاضاءة اللي انا كنت شغالها قبل كده، ولكن برضو حاسس ان في حاجة انا عاملها غلط يعني. ايوة هي بالظبط كانت على الوضع ده، الاضاءة كده كويسة جدا، وده بسبب مش عارف هو في حاجة غلط انا عاملها، بس الاضاءة احسن من كده بكتير جدا يعني. المشكلة ان الفيديو يعني ايوة كده الاضاءة كويسة جدا جدا زي ما انتم شايفين، طبعا الاضاءة بقت كويسة، برضو الاضاءة ساعات بتبوظ، وده بسبب ان انا مش مظبط الدنيا، فطبعا الاضاءة بتبوظ معايا. طبعا كده بدون الرينج لايت، طبعا الرينج لايت قوي جدا، بناء على ذلك ان احنا كده قفلنا الرينج لايت، كده شغلنا الرينج لايت، الاضاءة قوية جدا جدا، فاحنا طبعا هنضطر ان احنا ايه نوطي الاضاءة، كل ما توطي الاضاءة يبدأ الفيديو معاك يبان بشكل احسن جدا جدا. بس طبعا يا جماعة طبعا هتشوفوا الرينج لايت في فيديوهاتي الجايه ان شاء الله، الاضاءه هتكون احسن بكتير من دلوقتي، ولكن في شويه حاجات انا مش مظبطها. انا مصور فيديو قبل ما يعني الفيديو ده المفروض ان هو منشور الاول قبل الفيديو اللي انا مصوره، انا مصور فيديو قبل ما اعرض لكم الرينج لايت، الفيديو طبعا خرافي والاضاءه كويسه جدا، انا شايف برضو يعني هي دلوقتي الاضاءه كويسه، بس انا شايف ان في برضو شويه حاجات كده عايزه تتظبط، مش عارف ايه هي يعني. فانا طبعا هتشوفوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله الاضاءه هتبقى كويسه جدا جدا جدا. طبعا تالي انا ما قلتش السعر بتاع الرينج لايت، الرينج لايت ده سعره طبعا انا جبته ب 200 جنيه. طبعا ان في ناس استغربت ازاي جبت الرينج لايت ده ب 200 جنيه، رغم ان الرينج لايت الاسعار بتاعته غاليه جدا جدا. اولا انا ما اعرفش ليه اساسا الرينج لايت اسعاره مبالغ فيها كده، يعني بتلاقي مثلا ده اللي هو الرينج لايت ال 33 سنتي دوت، يعني بنلاقيه من اول 350 جنيه وانت طالع، طبعا ما بتلاقيهوش اقل من كده، ولكن طبعا انا جبته ب 200 جنيه، بس ما اعرفش ازاي كمان لقيته ب 200 جنيه، وبعدين مش شايف ان هو كواليتي ضعيف، انا شايف ان هو كويس جدا. اولا انا جبته منين؟ انا طبعا عشان من اسكندريه، جبته من عند الجندي مجهول، بعد البنك بتاع السي اي بي، في واحد هناك موجود عنده الرينج لايت والحاجات دي، واسعاره كويسه طبعا جدا جدا، وطبعا لما سالته سعره كام قال لي 200 جنيه، فجبته. فهو طبعا انا شايف ان سعره رخيص جدا وحاجه كويسه جدا جدا يعني. طبعا هتشوفوا الرينج لايت ده في فيديوهات الجايه ان شاء الله، هتشوفوا شكل كويس. طبعا التفاصيل بتاعت الرينج لايت الكاملة هتلاقوها طبعا في الرابط اسفل الفيديو، هتلاقوا السعر بيتراوح من كام لكام، والستاند بتاعه بيبقى كام، والرينج لايت ده وظيفته ايه. وطبعا انا مش مظبط الدنيا من الاخر، في حاجة غلط انا عاملها فمخليه الاضاءة مش متظبطة. فطبعا ما تنسوش يا ريت تعمل لايك للفيديو، لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. طبعا يا ريت يا جماعة اهم حاجة اللايك، اللايك ده بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.